جريح ضابط بالفرقة 17، كان بعد شاب مواليد 89، صاير بي شلل كامل يعني عوق كامل. فأخواني أنا أوصيك قال حتى لو ضمن إمكانياتكم اسألوا عن جرح مالتكم، أكو تكلفة كبيرة للجرحى بتصير، موضوع الأدوية مالتهم، موضوع العلاج، فجرحاكم اسألوا عنه. يعني لا تعوفون، حتى الجريح اللي ينقل من عنده كم يسأل عليه، خاصة ذول الإصابات الكبيرة. أي فأنا أملي أنه ضابط المدير شعبة التوجيه المعنوي باستمرار يزور هو مدير الإدارة، شوفوا جرحاكم واللي على ذمتكم واللي كانوا ينتسبون لكم، وش يحتاجون دزوننا خبر، يحتاجون خاف علاج، يحتاجون مبالغ، موضوع الأدوية. يعني البحث الموقف اللي شفته، أرسلت السيد رئيس الوزراء، الرجل السيد رئيس الوزراء رأسا وافق على كل اللي ردته من عنده، إن شاء الله راح نتصل بهم اليوم إحنا حتى نبلغهم بتوجيه دولة رئيس الوزراء. بس أنا إحنا أوصيكم كقادة آمرين ضمن الإمكانيات المتاحة لكم زوروهم، حتى الآمر اللواء، آمر الفوج، قائد الفرقة، الإصابات تشوفوها خطرة خاصة المعاقين زورهم خطير. هو قاتل دفاعا عن الوطن، واضطر هذا اللي يفقد جزء من جسمه، هذا اللي يفقد نظره، هذا اللي يصاب بشلل، فأصبح يعني بحاجة للرعاية. أكو قسم منهم يكفي السؤال باستمرار، حتى لو ما عنده شيء وياك بس روح دز له ضابط يقعد السلام عليكم، مش محتاج ما محتاج، خليه يشعر هو بعده بالحياة ويشعر أنه جيش ما نسى. هذه يعني وصيتي لكم. أنا يعني أنا أيضا واحد من الناس هم أوصي نفسي أنه باستمرار خل نسأل على الجرحى، على عوائل الشهداء شي يحتاجون، خف عندهم شغلة معينة. هذا كان زميل إنه قسم منهم استشهدوا وقسم منهم الجرحى وتعوقوا، فما تنسى هو أحد مقاتليك كان وزميل إنه كان. فأنا أتمنى أنه فجدول خاص باستمرار لزيارة كل جرحى الفرقة المشاة 11، حتى اللي نقل من الفرقة راح إلى مركز تأهيل وغيره خليه على باركم. وهذه بس أخوانك العمري.